ممكن نحن نعلم أن بيلاروسيا هي حليف استراتيجي إلى روسيا، وأن القوات الروسية موجودة في بيلاروسيا، ولكن لحد الآن الحدود هادئة بين أوكرانيا وبيلاروسيا، ولم تدخل بيلاروسيا في هذه الحرب كطرف، ولكن إذا دخلت حقيقة بيلاروسيا في هذه الحرب كطرف، فهذا مؤشر أن بقية الأطراف من الممكن أن تدخل، وهناك تصعيد خطير سيصبح في هذه الحرب، وهو تدخل دول حلف الناتو. لذلك أعتقد أن أوكرانيا نتيجة، يعني اليوم المفاوضات إذا صحت، أنه من الممكن أن تبقى أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالضرورة أن تكون عضو في حلف الناتو. يعني من الملاحظ أن الضغوط على روسيا كثيرة، هناك فنلندا والسويد، وخصوصا أن الحدود مع فنلندا تبلغ 1240 كيلومتر بينها وبين روسيا، وهي كانت ساحات لحرب في الأربعينات التي سمت يعني حرب الأربعينات، حرب الشتاء الكبيرة. لذلك أعتقد أن الروس اليوم في موقف حرج، عليهم الخروج من هذا الموقف، أما بخسائر كبيرة أو بأقل الخسائر مع التنازل عن بعض الطموحات التي يراها بوتين أنها حقوق قد استلبت تاريخيا. لا يمكن للتاريخ ان يرجع الى الوراء، يعني صحيح ان هذه الاراضي كانت في يوم ما ضمن الامبراطوريه الروسيه، ولكن تغير واقع الحال واصبحت دوله، ودوله ذات سياده، والروس وقعوا على 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 معاهده مع اوكرانيا بالحفاظ على سياده اوكرانيا ووحده أراضيها. لذلك اعتقد ان العوده بهذه الطريقه عن طريق الغزو والجيوش وفرض واقع الحال أو الأمر الواقع لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، خصوصا بدون وجود دعم دولي حتى من أقرب الحلفاء. اليوم الصين لا تؤيد هذا الغزو الروسي بالرغم من مواقفها البراغماتية التي نراها، لكنه عدم تأييد الصين وعدم منح السلاح إلى روسيا هو مؤشر أنه على عدم يعني رغبتها في الخوض كطرف في هذا النزاع المسلح. لذلك أعتقد أن الروس لا خيار لهم أما التقدم إلى الأمام، هم الآن في وسط النهر، أما العبور إلى الضفة الأخرى من خلال هجوم شامل سنراه خلال الأيام القادمة، أو الوصول، لأن هذا التصعيد أيضا يفيد أحيانا في الوصول إلى مفاوضات جادة، إلى طاولة المفاوضات ووضع الحلول ورسمها. وأعتقد أنها ستطول، أنها ليست مسألة قصيرة الأمد. طيب زيلينسكي عفوا أستاذ هلال، جميل جدا.